الزواج أكثر أهمية لسعادة الإنسان من المدخول الكبير أو حتى من امتلاك منزل. هذه هي نتيجة أحد أكبر استطلاعات الرأي هنا في بريطانيا. فهل تنطبق عليكم؟ كيف يساهم الزواج أو عدمه في سعادتكم أنتم؟ حوار المباشر معكم يبدأ بعد لحظات من استوديو نقطة حوار، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم مع سمير فرح. قليل هو عدد استطلاعات الرأي التي تشمل عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الناس، لذلك عندما تصدر نتائج أحد هذه الاستطلاعات الكبيرة فإن علينا الانتباه. الاستطلاع المذكور قام به مكتب الإحصاء القومي البريطاني وشمل 165 ألف شخص عن الأمور التي تعطينا الشعور بالسعادة أو الرضا أو الراحة. في المرتبة الأولى كما هو متوقع جاءت الصحة، في المرتبة الثانية العمل، ليس الثراء أو العمل الذي يدر مالا كثيرا، لا، مجرد العمل. وفي المركز الثالث الزواج، وهذا هو تركيزنا لليوم. حسب الاستطلاع فإن المتزوجين هم أكثر سعادة من العزاب، وهؤلاء بدورهم أكثر سعادة من المطلقين أو المنفصلين. حتى وجود الأطفال يبدو أنه لا يؤثر إيجابا على مقياس السعادة، على الأقل هنا في بريطانيا. الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن إنجاب الأطفال مهم جدا ويعطي حياتهم قيمة كبيرة، ولكنه بحد ذاته لا يسبب السعادة. هذه هي نتائج هذا الاستطلاع الكبير في بريطانيا، فما الذي ينطبق منه عليكم أنتم؟ كيف يساهم الزواج في مقدار سعادتكم؟ أو ربما تعاستكم؟ لا أدري، شاركوني الحوار والتجارب الشخصية بصراحة تامة، ولا داعي لذكر الاسم الكامل إن أردتم تفادي الإحراج، لأنه وصلتني بعض التغريدات والرسائل التي تقول أنه من الذي سيجرؤ على القول إنه تعيس وزوجته مثلا تجلس بجانبه، أو العكس، من التي ستقول ذلك إذا كان زوجها قريبا منها؟ المهم أن نسمع منكم أنتم، حتى وإن كان باسم المستعار، عبر فيسبوك ربما أو تويتر، ونصيا على رقم 44 79 1040 40 7، أو للمشاركة هاتفيا معي هنا خلال البرنامج، الرقم هو 44 20 77 650 211. هذه هي وسائلنا ونحن بالانتظار. وقبل أن أتحول إلى زميلي أحمد عبد الرازق، هذه هي التغريدة من وسام حمزة كتبها قبل دقائق، يقول: يا راجل، هو في حد متجوز حيتصل بيك وبيقول لك أنه تعيس؟ الموضوع ده أخطر، لو قاله أمام زوجته أخطر من معارضة حاكم عربي مستبد. هذا ما قاله وسام حمزة. إضافة إلى هذا الحوار هنا في استوديو، هناك طبعا ما يدور الآن على صفحاتنا ومواقعنا الإلكترونية، وزميلي أحمد عبد الرازق يتابع كل ذلك، أتحول إليه الآن. كيف يسير الحوار حتى الآن يا أحمد؟ سمير، بين جد يتحول في بعض المشاركات إلى حالة مزاح، ترسم مشاركات حوارنا اليوم صورة مكتملة عن الزواج في عالمنا العربي، وهل هو يجلب السعادة بالفعل أم لا؟ لكن أحمد مخلوف يبدو مشككا في مدى تحقيق الزواج للسعادة، وهو يقول في مشاركة له: قال حكيم نصحا أحد مريديه عندما سأله أتزوج أم لا؟ تزوج يا بني، فأنت في كلتي الحالتين نادم. بالطبع ليس كل المشاركات بهذا القدر سمير من التشاؤم، فهناك متفائلون كثر. أتمنى ذلك. سنعرض لآراء الجميع خلال البرنامج سمير، ونعرض كذلك نتيجة استفتائنا لليوم، ويقول سؤاله: إذا كنت متزوجا فهل أنت سعيد؟ إليك سمير. شكرا لك أحمد، أعود إليك لاحقا في البرنامج. في البداية لكي ندخل في أجواء حوار اليوم، لدينا عينة عشوائية من الآراء جمعتها لنا كاميرا بي بي سي من مدينة الرباط عاصمة المغرب. طبعا هناك سألنا أفراد هذه العينة: هل الزواج يساهم في تحقيق السعادة والاستقرار؟ وماذا عن حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق؟ ما هي أبرز أسباب فشل هذه الزيجات إذا كان الزواج فعلا يتسبب بالسعادة؟ استمعوا إلى إجاباتي.
الزواج ممكن أن يكون أحد أسباب السعادة إذا تحققت بعض الشروط، يعني إذا اتفق الزوجان فيما بينهما فالزواج هو مشروع، وإذا نجح هذا المشروع فيكون هو سبب السعادة، وإذا لم ينجح فيمكن أن يتسبب في مشاكل متعددة بين الزوجين ويمكن أن يؤدي إلى طلاق، فيكون هذا بالعكس غير سبب السعادة، يعني تتوقف سعادة الزوجين في طريقة، يعني في الطريقة التي يدبران بها أمورهما الزوجية. نعم، أعتقد قطعا أن الزواج هو سبب من أسباب السعادة، السعادة داخل العائلة، لأن الله سبحانه وتعالى يحثنا على الزواج، وهو من هو يعني الزواج هو الذي يبني العائلة، والعائلة هي نواة تبني لنا المجتمع. بما أن الإنسان كائن اجتماعي فإنه يميل إلى الاستقرار في حياته، والزواج هو أحد أكبر أسباب الاستقرار، لأن النفس البشرية تميل إلى السكينة وتميل إلى الاستقرار في حياتها. فمثلا عندما تعود مثلا إلى بيتك فتجد مثلا هناك زوجة تنتظرك، يكون ذلك سبب في السعادة وفي أحد أسباب الاستقرار. بالنسبة لي أسباب الطلاق المرتفع في المغرب تعود بالأساس إلى مجموعة من المشاكل الاجتماعية بين الزوجين التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين، منها مشاكل الفقر، مجموعة من المشاكل الأخرى كالبطالة، هذه فيما يخص المشاكل الاجتماعية واقتصادية. أما فيما يخص بعض المشاكل الإيديولوجية، نجد أن هناك اختلاف بين الزوج والزوجة في بعض الإيديولوجيات مما يؤدي إلى عدم التفاهم فيما بينهم، وبالتالي يقرران الطلاق. من أسباب ارتفاع الطلاق في المغرب كاين عدة عوامل، من بينها أول حاجة العامل ديال عدم التفاهم بين الزوجين، ثاني حاجة كيدخل فيها العامل المادي، وهذا العامل هذا المادي هو من أكبر أو من أكثر الأسباب اللي كتؤدي للطلاق، زائد العامل ديال الأسري اللي كيتداخلوا فيه الأهل والأحباب اللي كيأثروا بشكل كبير أو بشكل آخر في هذا المجال هذا. نقطة مهمة جدا، تدخل الأهل والأحباب كما قال، وسنعود إليها لاحقا، ولكن سمعنا من يقول إن الزواج قد يكون سببا للسعادة إذا نجح الزوجان في إدارة العلاقة بينهما بحيث يتحقق هذا الاستقرار. أما إذا فشل مشروع الزواج فسيكون طبعا سببا للتعاسة، وأهم أسباب الفشل كما سمعنا الضغوط المالية وعدم التفاهم بين الزوجين، وكما قال المتحدث الأخير تدخل الأهل. دعونا نتعرف على المجموعة الأولى التي ستبدأ حوار اليوم، الجولة الأولى منهم، معي مكي كمال الدين وزوجته وفاء إسماعيل على الخط من مصر، على خطين منفصلين علي أن أضيف، إضافة إلى أمير وأشرف. شكرا لكم جميعا. أبدأ معك مكي، أنت أولا متزوج منذ 23 سنة صح؟ أيوة 23 سنة. 23 سنة وسعيد؟ أنا عارف أن زوجتك على الخط الآخر، ولكن خلينا نحلل. أتصور أنك ستقول أنك سعيد بزواجك. طبعا 23 سنة طبعا، يعني والزواج مستمر لازم أنا أكون سعيدة في التمرير. وأسباب هذه الوصفة السحرية في السعادة برأيك حسب تجربتك أنت؟ أنا بنصح يعني الشباب اللي هم مقبلين على الجواز أن أول سنة جواز هي لازم الطرفين يكونوا في حالة تنازل أو في حالة تفاهم أو في حالة إن هم يعني يسيبوا بعضهم شوية، ما يمسكوش بعضهم على كل حاجة، لأن إحنا في أول الجواز كان في عواصف ممكن جدا كانت تنهي الجواز ده هو. لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتغلب عليها، كانت بعض المشاكل المادية وبعض المشاكل عدم التفاهم، لأن أنا ومراتي اتجوزنا بطريقه تعقيديه، ما اتجوزناش عن حب او عن طعام قبل كده. اتجوزنا جواز بيوت زي ما بيقولوا. زواج. مش عارف نكتة لما اتجوزها. زواج مرتب من قبل الاسره. طبعا هي بتصالها وبتضاع بيتها. لما بتيجي البيت عندي وفي اول سنه بيبقى كل واحد ملتزم. طيب. بيبقى كل واحد ملتزم بطباعه اللي هو متعود عليها في بيته. بيقدر طبعا بيبقى الواحد بليه وجهه نظر، بيقدر يتنازل عن وجهه نظره شويه، يتشدد فيها شويه لحد ما الامور تمشي. طيب بتبقى الامور في الاول خصوصا عندنا في مصر بتبقى الامور الماديه بتعمل مشاكل شويه، كلنا ابتدينا ضعف في جوازنا، يمكن اتجوزنا بالقسط، اتجوزنا بحاجات مستعمله، لكن بعد كده ربنا فتح علينا وجبنا ذريه والامور استقرت في العمل والمرتبات زادت شويه، ابتدت الامور تبقى اوضح واحسن.
في الواقع هذا ممتاز، في الواقع هذا ليس المشكلة المادية ليست فقط مشكلة في مصر، لأنها في كل دول العالم هناك الكثير من الدراسات التي تقول إنها في كثير من الأحيان السبب الأول وراء الشجارات والنزاعات الأسرية بين الزوج والزوجة. وفاء، ممكن أسألك بالنسبة لك، هل توافقين، هل ينطبق، هل يبدو لك ذلك منطقيا هذا الاستطلاع هنا في بريطانيا الذي قال إنه الزواج يأتي بعد الصحة والعمل وقبل المال، يعني الزواج أهم من المال؟ والله والله أنا شايفة إن الزواج أهم من كل حاجة. يعني الزواج استقرار، يعني بتعيش حياة مستقرة، كان ربنا أراد إن إحنا ننجب أطفال أو لا، بس ده استقرار. طالما في تفاهم بيني وبين زوجي بيبقى في حب وفي يعني تفاهم بيننا، بيبقى الزواج يعني سعيد. طب ممتاز، بس كيف تحلان المشاكل؟ أكيد هناك خلافات، كيف في خلافات كثير، كيف تحلانها؟ بالصبر، بالصبر. يعني في مشاكل مرت علينا كثير جدا، بس بالصبر بقى، يعني بالصبر من ناحيتي ومن ناحيته شوية، بالتفاهم، نتغاضى عن بعض الأمور. لما جت الأطفال بقينا عشان خاطر مثلا الأطفال نصبر شوية لغاية لما الأمور بتعدي وبتتصلح كل حاجة الحمد لله. وهل تشعرين أن الأمور بتعدي والمشاكل تحل بسهولة أكبر عندما تكون المادة موجودة؟ أكيد، فبالتالي أكيد النزاعات تكون أقل. أكيد أكيد. يعني المادة بتلعب دور كبير جدا، أنا مش هنكر ده. يعني المادة لما تكون موجودة بتساعد في يعني لما يكون البيت محتاج حاجة، الأولاد محتاجين حاجة، في حاجة عايزينها، يعني المادة لما تكون المادة موجودة الحمد لله بتساعد إن احنا نفك الأمور شوية، يعني الأمور تبقى سهلة شوية يعني. طيب إذا ما عدت إلى مكي، عندي إليك سؤال يا مكي، لأنك نصحت تقول الشباب بالابتعاد عن المشاجرات خصوصا في السنة الأولى، وأتصور أن الشباب وغير الشباب يريد الابتعاد عن المشاجرات في السنة الأولى، بس كيف يحقق ذلك؟ ما هي الوسيلة لتفادي الشجار مثلا أنت ووفاء؟ أول حضرتك أهم نصيحة أنهم ما يدخلوش طرف ثالث في المشكلة. طيب. لا من أهلها ولا من أهل، دي أهم نصيحة. لو هو ترك البيت ساعتين زمن وراح قاعد مع أصحابه أو خرج يتمشى في الشارع أو وقف على باب البيت ساعتين أو ساعة ورجع تاني وابتدى يعمل مراته بلطف شوية باعتذار، هتعدي الأمور مهما كانت. لكن لو وجود طرف ثالث سواء من أهله أو من أهلها، هو مش خسران حاجة الطرف الثالث. معلش الطرف الثالث دي جت في السياسة وفي الجواز بقى، هي جت كده. الطرف الثالث ممكن جدا او الفرد اللي هو من خارج الاثنين دول ممكن جدا نزود الموضوع، وهو مش خسران حاجه. الخساره في عند زوج الزوجه، وخصوصا لو كان في اولاد كمان. طيب مكي، اتصور انه هناك من ينتظر على الخط وهو على وشك الزواج، وامير حافظ منهم هو في السعوديه ولكنه مصري مقيم هناك، ربما سمع منك وساعود اليه بعد قليل لكي أستمع منه إلى مشاريعه ومدى توقعاته بالسعادة الزوجية أو السعادة في الحياة. شكرا لمكي كمال الدين ولزوجته وفاء إسماعيل. أمير وأشرف، أعود إليكما بعد قليل. ينضم إلي الآن في استوديو استشاري الطب النفسي في لندن الدكتور نجم الفلاحي. دكتور نجم، أرحب بك في البرنامج، أهلا بك. يا أهلا وسهلا أخ سمير. أنت اطلعت على هذا الاستفتاء هنا في بريطانيا، زواج مهم للسعادة، في أي شيء جديد أو أي شيء مفاجئ في ذلك؟ أبدا ماكو شيء جديد كبير في هذا الاستفتاء، بس كلش مهم أنه يعمل استفتاء في مجال مهم مثل الزواج بين فترة وفترة حتى نعرف شنو البارامتر، شنو الأمور المهمة في حياتنا. طيب. واللي ينقص في هذا الاستفتاء ما نعرف بالضبط الرجال والنساء إيش قد الفرق بيناتهم بالنسبة لسعادتهم في الزواج. تعتقد أنه هذا له تأثير، يعني إذا كان الرجل أنه هناك من هو أسعد بالزواج من الطرف الآخر؟ أنا أتوقع
في أغلب الأحيان النساء يكونون أكثر، لأنهم النساء يبحثون عن الاستقرار، والاستقرار يعطيهم هرمون السعادة الأوكسيتوسين. أوكي. فأعتقد النساء أكثر happiness، أكثر سعيدات في من الرجال في الزواج، لأنه الزوج الرجل أمور أخرى تنطي السعادة بالإضافة إلى الاستقرار. وهذا ينطبق برأيك على الأشخاص في العالم العربي كما ينطبق هنا على الأشخاص في الغرب؟ مسألة مهمة اللي تطرحها، أنه العالم العربي والغرب، الدراسة هي دراسة غربية بريطانية، والدراسة القبلها كانت أمريكية العام الماضي. فإحنا نحتاج إلى دراسات في مجتمعنا، لأنه فهمنا للعائلة يختلف عن الفهم الغربي للعائلة. إحنا فهمنا العائلة في مستويين، ومستويين مهمين. المستوى الأول هي العائلة النواة، اللي هو الزوج والزوجة والأطفال، بس أيضا في كل زواج وفي كل حياتنا العائلة الواسعة أو العائلة الكبيرة لها تأثير مباشر. واللي تفضل به الأخ أحد المشاركين مداخلة جميلة، أنه يحاولون في بداية الحياة يحلون مشاكلهم بيناتهم وما يدخلون ناس آخرين من الممكن أن يعقدون المشكلة. وهذه النقطة التي طرحتها في البداية، هل تنطبق أيضا أن قلت أن النساء يملن لكي يكون أكثر استقرارا وحبا للاستقرار، فبالتالي يكون أكثر سعادة في الزواج من الرجل إجمالا؟ هل هذا ينطبق أيضا يعني هنا في بريطانيا؟ هل هناك أي دراسات تشير إلى أن النساء أكثر سعادة في الزواج من الرجال؟ ما أنا معلوماتي ما أعرف دراسة عن هالموضوع، بس بشكل عام نعرف أنه هرمون السعادة يكون أكثر في فترات طويلة من بداية الزواج بالنسبة للمرأة. طيب، هذه ليست الدراسة الأولى التي تشير إلى فضائل الزواج. هناك أيضا دراسات تشير إلى أن المتزوجين حتى يعيشون لفترة أطول نسبيا من غير المتزوجين. للزواج مزايا يبدو أن الذين يشكون من الزواج ينسونها. مزايا كبيرة في الزواج طبعا، لأنه الحياة مالتنا بشكل عام صعبة، فدائما في مشاكل، وإذا أكو اثنين متفاهمين يقدرون يحلون المشاكل ويكملون بها. الدراسة اللي تفضلت بها دراسة أيضا غربية، اللي يبقون في الزواج، لأنه نسبة الطلاق في إنجلترا 42%، في السويد 62%، اللي يبقى بالزواج هذاك الوقت هو قانع بالطرف الآخر ومرتاح من الطرف الآخر، فبهذاك الوقت يقدر يعيش حياة أطول لأنه مرتاح في علاقاته. فبالتالي الإنسان مش مجبور أن يظل أن يبقى في زواج غير سعيد فيطلق، وبالتالي الذي يبقى متزوجا من البديهي أن يكون أكثر سعادة، يكون مرتاح في حياته. طيب، ألا يعني ذلك أنه الذي طلق، الذي انفصل، هو أكثر تعاسة؟ لماذا لم يؤثر على نتيجة؟ المسألة الأخرى أنه من الممكن هذا أن يتزوج مرة ثانية ويتزوج مرة ثالثة إلى أن يلقي الشخص الملائم إليه. واللي هاي المسألة أيضا ما تنطبق على مجتمعاتنا. لماذا؟ لأنه إحنا في أغلب نسب الطلاق الأحيان عندنا في المجتمعات العربية، أنا لدي أرقام مخيفة عن تزايد نسب الطلاق بالجديد في الفترات في الفترة الأخيرة. صحيح، الفترات الأخيرة. وأسباب نعرف أسباب عديدة، الإخوان من المغرب وضحوا أنه الوضع الاقتصادي. المسألة اللي ما نتكلم عليها هي الإنترنت والماس ميديا والتلفزيون والحلقات التركية والتتصور مع الأسف تصور الشاب والشابة أنه حيدخل في الجنة بعد الزواج. إحنا مشكلة التوقعات دكتور نجم مشكلة خطيرة جدا، الذي يتوقعه الشاب أو الشابة قد يكون بعيدا عن الواقع، وهذا يسبب له خيبة الأمل. والمشكلة الأكبر أنه أخ سمير، أنه إحنا نصرف مبالغ طائلة هنا في لندن وفي بلدان عربية على حفلة الزواج. وصلت ملابس الزواج، بس فستان الزواج للمرأة 10,000 باوند، 20,000 باوند. فهذا يزيد من التوقعات الغير صحيحة بالنسبة للزواج. وهذا ونصرف وقت وفلوس كثيرة عليها، بس ما نصرف وقت على شلون ندرب الزوج والزوجة الجدد على
دخولهم الحياة الزوجية. نقطة ممتازة وستكون معنا في الجزء الثاني من البرنامج دكتورة فيروز عمر، وهي طبيبة مستشارة أسرية ورئيسة جمعية تدرب الشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا. خلينا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفية لنشوف من معنا على الخط. أمير حافظ هو الشاب المصري الذي أشرت إليه، مقيم في السعودية ومقبل على الزواج في نهاية هذا الشهر على ما أعتقد يا أمير. في بداية الشهر الجاي في بداية شهر، يعني بعد أسابيع إحنا معزومين بعد 30 يوم بالضبط وأربع ساعات ونص. طيب ممتاز. دكتور نجم يسأل إذا ما كنا معزومين على العرس. أمير والله تفضلوا، طبعا هو العرس في القاهرة إن شاء الله. شكرا. تسلم تسلم أمير. تحدث دكتور نجم وأشرنا إلى التوقعات غير الواقعية بالنسبة للمقبلين على الزواج، ما الذي تتوقعه أنت وما درجة ثقتك من أن زواجك سيكون كما تتوقع؟ وأنا عارف أيضا للإشارة أن الخطيبة تستمع إلى البرنامج الآن من مصر. هي الزوجة الحقيقة. للتحذير. بالضبط. طيب. طبعا يعني بالنسبة لي أعتقد أن أنا يعني سعيد هاخد تجربة الزواج أو أن أنا هحقق في حياتي يعني تحدي جديد او شيء يعني شيء او تجربه شفتها يمكن على ناس كتير، انتجت في الاخر يعني اطفال وانتجت في الاخر يعني شباب كبروا وحققوا في حياتهم، رفعوا اسماء والدهم، حاولوا بقدر الامكان ان هم يكونوا فخورين بيه. ديت حاجه في حد ذاتها سبب رئيسي من اسباب الزواج. طيب ده في وجهه نظري يعني. طيب بس هذا اصلا هذا عامل مهم، بس عامل لا علاقة له بالزوجين، له علاقة بتوقعات الآخرين. بالضبط. انا في وجهة نظري يا استاذ سمير ان يعني الاستطلاع بخصوص الاستطلاع عن الزواج اللي حصل في بريطانيا مثلا يختلف عننا احنا كمجتمع شرقي. انا بالنسبة لي اشوف مثلا ان في المجتمع الشرقي الشاب بيكون الزواج بالنسبه له يعني شيء زي من العادات والتقاليد، يعني هو يمكن متوقع. هيدرس يمكن يعني هو امر متوقع منه ان يقوم به، يمكن يكون في المجتمع الشرقي هو امر متوقع يعني. لذلك الاستطلاع في المجتمع الغربي مثلا او في بريطانيا يمكن جاب الصحه الاول بعد كده المال بعد كده الزواج. لا اعتقد في المجتمع الصحه الاول بعد كده العمل وبعد ذلك بعد كده العمل الزواج. عفوا بعد كده العمل بعد كده الزواج يعني. فالمجتمع الشرقي طبعا يختلف فيه شويه، اعتقد ان الزواج بيكون اهم للشاب والفتاه برضه. طيب. من يمكن الصحه من يمكن العمل. شوف امير، انا بس اريد ان اسالك بدون ان تقرا بين السطور، هل بالطبع تتوقع ان تكون اكثر سعاده بعد الزواج؟ بالطبع. طيب تعرف طبعا أن هناك من يقول يعني وصلت تغريدة قبل قليل من حلاوتهم، مغرد يسمي نفسه أو مغردة، يقول في بلدي المتزوجون سعداء في نظر من لم يتزوج فقط، العزاب هم الذين يقولون إن المتزوجين هم أكثر سعادة. شو رأيك؟ والله فعلا ممكن يكون ده حقيقي بنسبه كبيره يعني. لان بس يمكن ده يكون طبيعه البني ادم، ان الشيء اللي هو يمكن ما جربوش او ما خدوش فده بتحسسه ان هو شيء يعني بيكون افضل من الحياه اللي هو موجود فيها. يمكن لما يتنقل من حياه العزوبيه لحياه الزواج يحس ساعتها ان حياه العزوبيه كانت افضل له، كان فيها خصوصيه اكتر، ما كانش فيها مسؤوليات، ما كانش فيها تحديات، ما كانش فيها صعوبات في الحياه بتواجهه. يمكن هو مكلف عن نفسه بس، مكلف بمصاريفه، مكلف بحياته يعني. اعتقد ان هو بنسبه كبيره. طيب اتمنى لك كل التوفيق يا امير. انت والعروس كتبتما الكتاب أتصور، وأتمنى لكما التوفيق لاحقا في مطلع الشهر المقبل. معي على الخط متصل آخر هو أشرف الأفقجي. أهلا بك يا أشرف. مساء الخير. مساء الخير يا أشرف، أهلا بك. أنت متزوج أم أعزب؟ أنا متزوج. متزوج منذ متى؟ منذ ستة أعوام. أوكي. نعم. بصراحة أنا أرى أن المتزوج أكثر سعادة ليس بسبب عدم التوافق بين الزوجين، وإنما بسبب الوضع في المنطقة في العراق.
والأمان فقلاء وعلى أطفاله وعلى المستقبل المجهول قد يدفع به إلى حالة من الندم. الظروف الخارجية تؤثر على ما يدور في الداخل. نعم. الله يسعدك. نعم. مش بس الظروف الأمنية أو السياسية، أنت تعرف أن هناك ظروف خارجية كثيرة تؤثر. أنا آسف الخط ليس واضحا يا أشرف، ولكن أشكرك على طرحك لهذه النقطة. دكتور نجم، شكرا لك أشرف. إضافة إلى ما قاله أشرف، هناك كثيرة المشاركات التي تقول، يعني شوف مثلا RCP ساح تغريدة على تويتر، من الصعب أن تتلاقى كلمتا الزواج والسعادة في مصر لأسباب كثيرة. يعني وكأنه رغم إصرار الشباب على أن الزواج سيأتي لهما بالسعادة، ولكن هناك ظروف تأتي من الخارج لكي تعكر عليهما هذه السعادة. ما في مشروع بالعالم ما في مشاكل. أكو مسألتين أساسية، أنه شلون نجلس ونحل المشكلة وشلون نشوف المشكلة. دائما الزوجين اللي عندهم خلافات ويجوني، واحدة من الأمور الأساسية اللي نخليها أنه ساعة في الأسبوع بدون موبايل فونز ولا أكو تلفزيون، التركيز أنه يجلسون ويتفاهمون على حياتهم، لأنه حتى يقدرون يحلون المشاكل. يعني أنت تجد أنه بعض الذين يأتون إليك للنصيحة لا يتكلمون مع بعضهم البعض؟ لا يتكلمون، بس بلغات مختلفة. كان إجاني مريض ومريضة، الرجل شلع باب البيت حتى دا يضرب باب الغرفة حتى دا يضرب زوجته، وكسرها بالبيت بس ما ضربها. إنجليز هذولي. من جوا عندي ورا جلستين شفت إنه مدى يتكلمون، بس يتكلمون بلغات مختلفة. كل واحد عنده أفكاره وتطلعاته وحلوله للمشاكل. من جلسة وبدأوا يتكلمون ويفتهم واحد يفهم الآخر ويستوعب المشكلة، بدأت علاقتهم ترجع بشكل جميل وعلاقة جميلة. المشكلة دكتور ناجم أنه عندما بدأ كانا ربما سعيدين، وربما كانت توقعات بسعادة أكثر. متى تهرب السعادة من الشباك بدون أن ننتبه؟ ما هي العلامات الأولى؟ من التقوا سعيدين، وطبعا بالنظام الانجليزي يقدرون يعيشون مع بعض بدون زواج الى ان يقررون على الزواج مالتهم. بس المساله انه صارت ظروف الانسان تتغير. الاخ اشرف الاطرخشي من العراق قالها، انه الظروف الخارجيه قويه، وحضرتك هم قلتها، ظروف العمل، ظروف صارت عندهم اطفال، فيبدون وتبدي التركيز على الاطفال والتركيز على العمل وينسون نفسهم. من يلقون نفسهم مره ثانيه هذاك الوقت تنحل أغلب الأمور رغم صعوبات الحياة. يعني هم يسمحون للتعاسة بأن تدخل عليهم؟ ما هم يسمحون، لكن الظروف تجبرهم. وهم يسمحون للظروف. وهم يسمحون للظروف، بس إذا كانوا مستعدين لأن يعيشوا، لأن يتفاهمون ويمشون طريق صحيح. إحنا نقول مثلا الإدمان هو مرض للشخص بالإضافة إلى أنه مرض العائلة، فلذلك بالإدمان مو فقط نعالج الشخص، نأخذ العائلة ككل حتى نعالجها حتى ننجح بالعمل. فالمشكلة يجب أن تنظر بشكل أوسع. دكتور نجم الفلاحي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هنا، وهذا ما نحاول أن نقوم به، أن ننظر إلى المشكلة بطريقة أوسع وأشمل. شكرا للدكتور نجم. أعود الآن إلى زميلي أحمد عبد الرازق في غرفة الأخبار، حيث يتابع الحوار الإلكتروني الموازي لحوارنا هنا في استوديو. أحمد، ماذا لديك؟ من السعيد ومن التعيس في زواجي؟ سمير، معظم مشاركات اليوم تتمحور حول سؤالنا عما إذا كان الزواج بالفعل محققا للسعادة، خاصة في تجارب المتزوجين من المشاركين. في الحقيقة يتفق التيار الغالب من المشاركين مع ما يقال عن أن الزواج بالفعل يجلب السعادة، في حين يختلف تيار ضئيل مع هذه المقولة. لكن كلا الفريقين يقدم في مشاركاته أسبابا للسعادة الزوجية والزواج الناجح من جانب، والتعاسة والزواج الفاشل من جانب آخر، في حين يتحفنا البعض بمشاركات مازحة من تلك التي تقال عن الزواج في حالات التندر.
أعرف أحمد وكلنا نعرف أنه هذه بعض الطرائف والتندر، وأنه بعض الذين يقولون هذه الطرائف هم سعيدون في حياتهم الزوجية. حدثنا أولا عن هؤلاء، عن الذين يرون الزواج مصدر سعادة. سمير على صفحتنا على الفيسبوك يقول حسني رجب هنا: الزواج يهيئ لمشاعرنا أجواء الإحساس بالسعادة، فهو يصنع العالم الخاص الذي نسكن إليه ويبعدنا عن صخب واضطراب الحياة من حولنا. آدم إبراهيم يقول على نفس الصفحة هنا: الزواج أكبر عامل للسعادة لأنه يخفف من الهموم ويؤنس الوحدة. مصطفى عوض يقول أيضا هنا: المتزوجون أكثر سعادة لا شك في ذلك، فحالة الاستقرار التي يعيشونها تخفف من ضغوطات الحياة بشكل عام. يقول طيب، يعني أصوات متفائلة وأشخاص سعيدون بزواجهم، الله يوفقهم ويسعدهم ويزيدهم سعادة. ماذا عن الذين يقولون إن الزواج يتعسهم بدل أن يسعدهم؟ نعم سمير، خذ هذه المشاركة من أبو سفيان الشبواني، وهو يقول على صفحتنا على الفيسبوك: في اليمن المتزوجون هم الأكثر تعاسة، لأن الشاب يتزوج قبل سن 20، قبل أن يحصل على وظيفة، وعندما ينجب الأطفال يعجز عن توفير متطلباتهم فيصبح أكثر كآبة عن غيره. طه حسين يقول أيضا: أكثر الناس تعاسة عندنا هم الذين تزوجوا، يسعدون بضعة شهور ثم يتسرب الملل إلى حياتهم. يقول ممدوح يكتب هنا على صفحة شارك برأيك قائلا: تجربتي الشخصية تقول إن الزواج هو أول خطوة للخلف ولكن بسعادة. يقول أول خطوة للخلف ولكن نعود للخلف بسعادة، هذا ما يقوله ممدوح. برأي المشاركين أحمد، ما هي أسباب السعادة وما هي أسباب الشقاء في الزواج؟ سمير، في معرض الحديث عن أسباب وعوامل الزواج السعيد يقول محمد عياد هنا: يكون الزواج أكثر سعادة عندما يقوم على أسس أخلاقية سليمة وليس لإشباع الغرائز الجنسية فقط. يقول طيب. أشرف الأطرقجي يقول هنا: عدة عوامل تساعد في استقرار الحياة الزوجية، منها المال والقناعة. يقول عبد الحكيم الكربي يقول هنا على صفحتنا على الفيسبوك: العوامل التي تجعل الزواج ناجحا هي الحب المتبادل بين الزوجين، التفاهم والاحترام والصبر. يقول طيب، شكرا لأشرف مرة أخرى. ماذا عن من قالوا إنها من عوامل الفشل، إنه الزواج له عوامل فشل، ما هي؟ خذ مثلا سمير ما يقوله فراس العطواني هنا، وهو يطرق سببا مختلفا، فهو يقول: المسلسلات المدبلجة كان لها دور كبير في عدم استقرار كثير من حالات الزواج في العالم العربي. محمد المنسي يقول على صفحتنا على الفيسبوك: زواج بلا مال هو مجرد مسخرة في هذا الزمان المادي. لكن غازي عيسى يرد عليه قائلا، وفي نفس النقطة يقول: ليس المال أساس السعادة الزوجية، المال وسيلة لتلبية متطلبات الحياة فقط. يقول زيد زبيدي يقول أيضا هنا: في العراق ظروف المعيشة هي التي تحدد حالة الحياة الزوجية سعادة أو تعاسة. يقول طيب أحمد، قبل أن نتحول إلى سؤال الاستفتاء للتذكير به، أنا أعرف أننا بدأنا بالطرائف والنكات عن الزواج والمتزوجين، هل هناك المزيد من هذه؟ نعم سمير، مكي كمال الدين من مصر يمزح قائلا بالعامية المصرية: حضراتكم عايزيننا نبات في الشارع، خلوها مستورة الله يخليكم، يبدو خائفا. طيب فؤاد المري يقول هنا: السعادة أمر نسبي، والزواج لا يخرج عن القاعدة، يوم لك ويوم عليك، وهو ما يحتم علينا معشر المتزوجين التأقلم بمنطق القبول والتعايش السلمي. يقول يحتم علينا التأقلم، كل المتزوجين يسعون إلى ذلك يا أحمد، تعرف ذلك جيدا، يسعون للتعايش السلمي. على ما أعتقد ربما هناك من لا يسعى إلى ذلك. تذكير بسؤال استفتائنا اليوم. نعم سمير، أذكر به سريعا، ويقول: إذا كنت متزوجا فهل أنت سعيد؟ نحن على موعد سمير لمعرفة النتيجة في نهاية البرنامج. سمير ممتاز، شكرا لك أحمد. إذا كنت متزوجا فهل أنت سعيد؟ أنا أتطلع لمعرفة نتيجة التصويت على هذا السؤال لاحقا من أحمد
لاحقا في برنامج اليوم. الآن مشاركة مصورة بالويب كام من إبراهيم البحراني في أستراليا، يحاول أن يوضح إبراهيم متى يكون الزواج عاملا للسعادة أو سببا للتعاسة. استمعوا إليه. كل شيء يكون جميلا عندما يكون منسجما. نحن نحب الموسيقى لانسجام أصواتها وأنغامها، ونحب المناظر الخلابة والرسومات الجميلة لانسجام ألوانها وأشكالها. وكذلك بالنسبة للزواج، عندما يكون هناك انسجام بين الشخصيتين يكون هناك الجمال، يكون هناك ذلك الجو العاطفي الخلاب الرائع، وبالنتيجة يكون هناك الحب، وحيثما تواجد الحب تتواجد السعادة. والعكس هو الصحيح، إذا تواجد التناقض يكون هناك القبح، ويكون هناك الأسى والحزن، وبالنتيجة تتحول الحياة إلى كآبة. إبراهيم فيما يشبه النثر أو الشعر مش عارف، ولكن يقول عندما يكون هناك انسجام بين الزوجين تكون هناك الأجواء، أجواء الحب والسعادة، أما إذا كان هناك تناقض فسوف يسود الحزن والخلاف بينهما. هذا عارفينه يا إبراهيم، كيف نحل هذه المشكلة؟ ربما هذا السؤال يمكن أن تجيب عليه ضيفتي التالية، وهي الدكتورة فيروز عمر، وهي طبيبة ومستشارة أسرية وتربوية ورئيسة جمعية قلب كبير لشؤون الأسرة، وهي جمعية تنظم دورات للمتزوجين حديثا. دكتورة فيروز، أرحب بك في البرنامج، أهلا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا. هل انطباعك أن المتزوجين هم أكثر سعادة من غير المتزوجين إجمالا؟ هو الاحتياج للزواج هو أعلى الاحتياجات الإنسانية تقريبا، بعد بيأتي بعد الاحتياجات البيولوجية الأساسية. حتى يمكن ده مذكور من زمان، من قبل البحث الأخير. يمكن لو نعرف حاجة اسمها هرم ماسلو، كانت أول درجة في الهرم كانت الأمان والاحتياجات الأساسية، إن الواحد يأكل يشرب. بعدها على طول بيأتي العلاقات الاجتماعية والحب والاستقرار، اللي الزواج واحد منها. وهذا بالضبط، حتى إنه أنا آسف للمقاطعة. لا، أنا كنت أود أن أقول إنه هذا بالضبط ما جاءت به الدراسة، وهو أنه الصحة كانت العامل بالضبط الأهم، يليها العمل، مش المال، العمل، وبعد ذلك يأتي الزواج. بس إذا كان هذا صحيحا دكتورة فيروز، فلماذا أشار هذا الاستطلاع الكبير إلى أن العزاب غير المتزوجين هم أكثر سعادة بقليل من المطلقين أو المنفصلين؟ ما هو الاحتياج شيء، وإذا كان الزواج بيلبي هذا الاحتياج ده شيء آخر. لأنه كثير من الزيجات اللي احنا بنشوفها، وكثير من الحالات اللي احنا بنشوفها في الاستشارات، الأزواج والزوجات تعساء جدا، تعساء جدا، والمطلقين والعزاب قد يكونوا أكثر سعادة منهم. فبس خلينا نفرق ما بين أمرين، خلينا نفرق ما بين أنه احتياج المرأة إلى رجل، طيب، واحتياج الرجل إلى امرأة يعيشان معا، ده أعلى احتياج. حتى أن بعض المتخصصين بيسموه pleasure of the pleasure، يعني متعة المتعة، المتعة التي ليس بعدها متعة. أوكي. ممكن تجد أنه شخص يعمل ويكد وكذا، لكن هو في نهاية اليوم يحتاج إلى شخص يسكن إليه ويشكو إليه ويتحاوران معا ويتبادلن الحب وهكذا. ده على مستوى الاحتياج. السؤال هو اللي احنا بنحاول نطرحه هنا، هل يا ترى الزواج في أوطاننا العربية، يعني يمكن أنا بتكلم عن الوطن العربي أو على مصر، هل الزواج بيحقق الاحتياج ده؟ الإجابة غالبا لا. لماذا؟ لأسباب كتير. يعني احنا، انا اذكر ان احنا في جمعية قلب كبير كنا عملنا سلسلة من المعسكرات لإعداد المقبلين على الزواج، شارك فيها تقريبا حوالي 300 شاب وفتاة من أنحاء مصر. كانت معسكرات قضينا وقت طويل مع بعض. اكتشفنا حاجات في هذه المعسكرات، انه مثلا الولاد والبنات لا يدركوا اصلا يعني ايه زواج. بمعنى انه كتير من الذكور او الاولاد الزواج بالنسبه له هو فقط يعني احتياج جنسي. وعند المراه ان هو هتتخلص من تحكم ابوها. لما بيتزوجوا بيكتشفوا ان القصه مش كده.
أو أكبر يعني أنا في ولد أكبر من ذلك أكبر جدا جدا ده مشروع بنا بيتبني حتى إن في بعض أدبياتنا الإسلامية بيطلق على الزواج المرادف بتاع الزواج بناء يعني لأنه هو بنا حاجة بتتبني مشروع بيتبني. أنا بفتكر إن في حد من الشباب كان قال لي كلمة يعني بيقول الزواج ده حاجة ملهاش لازمة ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم العلاقه او الفاحشه او كذا كانش حد اتجوز. هو يعني ليه بيقول كده؟ لان هو في الاخر هو يرى ان الزواج علاقه جسديه فقط. يعني هو لخص الزواج كله بالعلاقه الجنسيه علاقه جسديه طيب فقط. تسمحي لي هنا دكتوره فيروز ان اشرك بعض المتصلين الذين لديهم تجارب شخصيه. دنيا الاحمد تتصل بنا من الولايات المتحده الامريكيه وهي مطلقه، وأود أن أستمع إلى قصتها وسؤالها ومداخلتها قبل أن أستمع إلى رد دكتورة فيروز عليها. دنيا أرحب بك في البرنامج، أهلا بك. سيد سمير يا هلا. أنت مطلقة منذ فترة؟ أنا مطلقة من 2008 أوكي. وهذه تجربة الزواج الثانية وطلقت برضو من التجربة الأولى والتجربتين كانوا بنفس الخطأ. التجربة الأولى كان عمري 17 سنة وأهلي أجبروني على الزواج من قريب لإلي وبعد ما طلقت منه زادت الضغوط علي كوني مطلقة في مجتمع شرقي، كنت في السعودية وقتها، فتقريبا هربت على أمريكا من ضغط الزواج. لقيت الضغط الشرقي يلحقني على أمريكا عند أخوي وزوجت للمرة الثانية برضو من غير اختياري. طبيعي ما حينجح الزواج. أنا بلخص الزواج زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لما بيكون الزوج من داخل النفس، لما يلخص الزواج بكلمة سكن، وسكن كلمة يمكن من 3 حروف لكن بتشمل معاني كثير مثل ما تفضلت الدكتورة فيروز أمان. حتى العلاقة الجسدية بتدخل في تحت مسميات كلمة سكن، حتى طيب. العلاقة الجنسية. طيب. ما زلت بعد تجربتين زواج فاشلين مستعدة للزواج كمان مرة وما فقدت الأمل. طيب لماذا يا دنيا؟ دنيا عندما نتزوج فنحن نأمل ونتطلع إلى سعادة، نقول أن الزواج قد يجلب إلى حياتنا سعادة أكبر. أنت جربتي مرة وفشلتي، جربتي مرة ثانية وفشلتي، لماذا تريدين أن تجربي مرة أخرى؟ لماذا أنت مقتنعة بأن الزواج سيجعلك أكثر سعادة؟ الزواج إحنا طبقناه بمفهومه الصح مثل ما تفضل الأخ من أستراليا انسجام، ما صدرت الدكتورة أمان، في عدة عوامل بتخلي الزواج يصير ناجح. السعادة نحن بنصنعها من أنفسنا، في تجاوزات أكيد. ما هو العامل الذي كان ناقصا في زيجتيكي؟ التفاهم، وقلة التفاهم أدت بالنهاية لعدم الاحترام، وأنا لا أستطيع أني أنا أكمل مع شخص ما بحترمه. الاحترام طبعا بالدرجة الأولى. كنت أؤمن لما كنت أصغر بالعمر أنه الحب قبل الزواج وبدي أحب لكن اكتشفت أنه الحب الحقيقي واللي بيخلي السعادة فعلا تستمر اللي هو اللي بعد الزواج. طيب، وهذا ما لم يحدث في حالتك أنت دنيا. وأود قبل أن أستمع إلى رد دكتورة فيروز على ذلك، أود أن أشكرك دنيا وأن أطلب منك أن تبقي معي لأنه لدينا تجربة أخرى من عبد الإله المحمود من السعودية وهو أيضا مطلق. ما هي قصة؟ خليك معي على الخط يا دنيا. عبد الإله، ما هي قصتك أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أولا طلقت، الحين مطلق، زوجتي يعني رفضت الاستمرار معي بعد زواج قرابة 30 عام. وعندي بنتين ومتزوجات البنتين، وكنت أنا مدير إقليمي يعني لأحد المصارف في المنطقة الشرقية بالسعودية. المنطقة الشرقية طبعا ثلث مساحة المملكة. لكن فجأة كذا يعني في خلال أسبوع لاحظت منها تغيرات، فجأة قالت أنا والله أبغى يعني طلعت الصباح كذا وراحت البيت أهلها. طبعا أنا الفيلا هيك بدون أي سابق إنذار يا عبد الإله، بدون أي إشارة. أنا خفت أنك تمنعني من الخروج، قلت لا أنا ما كنت أبغى منعك من الخروج، والبيت أنا سجلته باسمك يعني أنا عندي بيت فيلا وكتبته باسمها
وبعدين قالت لي انا امنيتي انك تطلقني اذا انت تقدرني، طلقتها يعني. وانا يعني ما زلت اقول انها كانت امراه عاقله وامراه كانت متزنه وكانت امراه طاهره جدا ومتدينه، ولكن كان لعل يمكن قصر سفري وتخصصي في العلوم فهمت. السياسيه فهمت. وبعدين دخولي في امور يعني تعرف انت في مشاكل التصريحات وكذا. طيب هنا دخلنا بس انا اود ان اسالك سؤال سريع لانه الوقت ضيق. هل انت الان اكثر سعاده ام اقل سعاده؟ لا 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 بالعكس اقل. انا كنت انا ما اتمنى الا هي يعني بدون ما اذا هي قالت لي انا لو جيت بتزوج برجع لك. طيب واحنا كبار يعني، بس بقول لك شيء يا دكتور سمير انت صدرك رحب. يعني انا اعيش يعني في سعاده كنت معاها اكثر من الان بكثير. واقول لها يعني لو سمحت لي لا تعزليه فان العزل يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. جاوزت في نصحه حدا اضر به من حيث قدرت ان النصح ينفعه. فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه فهو مضن للقلب موجعه. حلو حلو عبد الإله، شكرا جزيلا لك. دكتورة فيروز سمعت القصتين، ما هو تعليقك؟ هو المشترك في القصتين انه برغم انه الاستاذه دنيا يعني لم توفق في زيجتين وبرغم ان الاستاذ عبد الإله طلق الا ان كلاهما ما زال يحتاج للزواج. اها بالضبط بالضبط. وده بيؤكد انه قال اصل يعني خليني اقول تاني، اذا الانسان فقد ابوه ممكن عمه يبقى عوض عن ابوه، اذا فقد امه ممكن الخاله تبقى عوض، اذا حتى الواحد فقد ابن ممكن ابن تاني يبقى عوض، لكن الشخص اللي بيعيش بلا زوج ما في يعني هي احتياج ليس له تعويض. بس التجربه يعني الانسانيه ليس له بديل. بس هذه تجربه استثنائيه بالنسبه للانسان، لانه انا اذا حرقت اصابعي مره فأتعلم من المرة الثانية، أجرب مرة أخرى وأتعلم. ولكن وفي المرة يظل الثانية لماذا صحيح أربط صحيح النار دائما بالسعادة؟ صحيح. لا هو الاحتياج إلى الزواج ده احتياج بشري وإنساني. من لا يحتاجه ده أنا شك في إنسانيته. لكن السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه هو إزاي نلبي الاحتياج بشكل صحيح؟ إزاي إن الزيجات لا تفشل؟ أنا أدعو المتزوجين أنهم يتزوجوا. يعني إزاي إن العلاقة يكون فيها سكن، ما يكونش فيها نكد، ما يكونش فيها يعني. طيب خليني أقول نقاط سريعة لضيق الوقت. يعني نقطة تفضلي تفضل. لا أنا كان عندي سؤال يعني نقاط سريعة. كان عندي سؤال له علاقة بما قالته دنيا، أنه قالت في المرة الأولى لم تختر هي زوجها، في المرة الثانية لم تختر هي زوجها، فهل هنا قاسم مشترك هذا هي شرط السعادة أن يختار الشخص شريك الحياة؟ مهم جدا، مهم جدا أن الشخص هو اللي يختار شريك حياته، ده ضروري وده غايب في كتير من أو في بعض مجتمعاتنا الشرقية. احيانا البنت بتكبر اجبارا واحيانا بتكبر بشكل غير مباشر، يعني أكيد. احنا بنشوف ده يعني مثلا اذا تقدم ليها شخص فيبقى في ضغوط خوفا من العنوسه او خوفا من كلام الناس، او في جمله بتقال عندنا في مصر مشهوره قوي انه ده نوع من البطر على النعمه. ان انت اذا تقدم لك حد ومتدين وكويس واخلاق ورفضتيه ده نوع من البطر على النعمه. لا القبول اذا تقدم شخص في شرطين مهمين. اولا لازم يكون في حد ادنى من القبول. يعني بلاش حتى يكون حب وعشق وكذا، ولكن على الاقل حد ادنى. انه احنا لما جه يتقدم وقعدوا مع بعض اول مره كانوا مبسوطين وهو بيتكلموا، هي ما كانتش عايزاه يمشي. طيب. احنا انا بشوف بعض الحالات بتبقى هي لا تطيق انه يقعد نص ساعه وهم لسه مخطوبين. طيب فازاي يتجوزوا؟ افترضي انها طاقه. فخليني اتفضلي اتفضلي. الشرط الثاني بسرعه انه مهم قوي كمان يكون في شكل اشكال التوافق. يعني برضو خليني اقول ان الحب لوحده مش كفايه. طيب. مهم يكون درجه من درجات التوافق عشان ده اللي بيكمل بعد كده. كتير من الزيجات بتفتقد عامل من العاملين. هذا الحديث لا يمكن أن ينتهي في حلقة واحدة، وأنا أكيد أن الذين يذهبون إلى الدورات التدريبية التي تقدمها جمعيتك يتعلمون الكثير. هي للمتزوجين حديثا وللمقبلين على الزواج حسب ما فهمت؟ لا كل الأطياف، يعني كل الأطياف المقبلين على الزواج والمتزوجين. ويعني لأنه هو الزواج زي ما قلنا من شوية هو مشروع بينتهي مع نهاية العمر.
يعني احنا انا مره جات لي حاله من زوج وزوجه، هو كان عنده حوالي 70 سنه وهي عندها 65 سنه. اها. وهو بيحبها جدا وهي بتحبه جدا، وحصل مشكله معينه فجاي بيشتكي منها. وازاي ممكن هو يقدر يحل المشكله دي؟ طيب يعني حتى في هذا العمر يريدان الحل، يريدان الا تنتهي. صحيح. هذه السعاده. دكتوره صحيح. فيروز صحيح. عمر، للاسف الشديد علي ان نتوقف هنا، لدينا الكثير من الاسئله ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت. دكتوره فيروز عمر كانت معنا على الخط من القاهرة عبر الأقمار الصناعية. الآن أتحول مرة أخرى إلى زميلي أحمد عبد الرازق ليطلعنا على جديد المشاركات إذا ما كان هناك جديد. يا أحمد. نعم سمير، ربما يسمح الوقت لأولي هاتين التغريدتين اللتين وردتا قبل قليل عبر تويتر، وأولاهما لبرواني وهو من سلطنة عمان، وهو يقول في بلادي يجب على الرجل أن يكون شجاعا، فهو يدفع الآلاف كمهر ثم الآلاف لتجهيز العرس والآلاف لتجهيز البيت وفي النهاية إما السجن أو المستشفى. يقول عبد الهودلي من اليمن، يقول هو أكثر نكدا في حديثه عن الزواج، فهو في اليمن عبارة عن مشروع شراء امرأة، وكل امرأة لها سعر، إنه نوع راق من الرق. يقول وماذا عن نتيجة التصويت على سؤال استفتائنا أحمد؟ سمير، أذكر أولا وسريعا بسؤال استفتائنا لليوم، ويقول إذا كنت متزوجا فهل أنت سعيد؟ النتيجة حتى الآن تشير إلى أن نسبة 66% قالوا نعم، في حين قال 34% لا. النتيجة والحمد لله تشير إلى أن غالبية المتزوجين سعداء، لكنها لا تعد بحال من الأحوال قياسا للرأي العام، فهي لا تعبر سوى عن رأي المشاركين. سمير، شكرا لك أحمد، هذا كل ما لدينا. لكم تحية من سمير فرح، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من نقطة حوار. إلى اللقاء.